مرحبات رحيم المطر، أسعد الله مساكم. ما عليه التعب ألف، لكن اللهم صل على يعطيك العافية. أنت بالمطبات الله يصلح. هذا الكلام يا جماعة الخير، راح يكون اليوم معانا إن شاء الله ضيفين حلوين مميزين خفيفين، نزلتهم بتويتر شوفوهم. تعالوا اكتبوا لي أسئلتكم هنا. اللي هو الأول راح يكون وليد قشران، الثاني راح يكون تعالى. هي الفقرة المعتادة راح تكون بعد فقرة الجمهور، لكن لو حصل ظرف ولا شيء معكم انتم تتفهموا، لكن هي بعد الجمهور ان شاء الله باذن الله تعالى. يلا سلام. اول مرة من بداية رمضان، من بداية برنامج عابر، يطلع احمد العوض بدري. ما تدري ايش طالع بدري مكبوني العيال. امين وياك. اتصل علي الفندق قال في زائر، نسمح له يجيك ولا لا؟ ويوم قال اسمه قلت كيف ما تسمح ولا هذا؟ من تتوقعونه؟ من تتوقعون الزائر؟ من تتوقعون الزائر؟ يا مرحبا. يا مرحبا. ايش قال لي؟ يا مرحبا. السلام عليكم. يا مرحبا. الله يحفظك. اهلا وسهلا. والف لا باس، رغم اني جيت ابوب خليش دعم. ضدي لكن يا عمر والله العظيم اني هاجع المال. حي والله راسك والله قلبك تكفى. اي والله الحمد لله. الله يسعدك ويمسي على راينا الاولى. انا دائما الصباح عندي مساء يعني، واكثر لصوص نبات يعني. انت حق لك ما حق لغيرك، يجعلها بعدوينك ولا هي فيك. والله قلبك. لا والله اللي جاني حتى بعدوين بس يسلمهم. جاي برقد قلنا انت ماشي، خلنا انت ماشي الدف. فهذا الدف بيد وانا بدف ماني ما شاء الله. انت موجود رجعت رجعت والجدر بغيت تسوي عملية ثانية. لا معلم معلم. تبغى نروح ننزل المسبح؟ بس ما ينزل المسبح. تقدر تسبح؟ تسبح بيديك. أجل تسبح براسي بس ما أقدر. لا بيديك الحالة بطبط يديك. ما هو مليان. نعبي. يا ويلي ولا الله سحط على وجهك عشان ما أطلع منظر مو حلو. أنا ما أحب الضعف. عفوا يا أبوي الضعف ما هو الكواد فارق. عندي مختلف الإيطالي. شوي دقيقة باطل ما أخذ. إيه. يبرد سير عليك خطرك غرفة. إيه. وديك إن شاء الله. يوم جورج اسم جورج لا تنادوني يا حمد. والله هذا خطرك غرفة. يا ماركو كان فرحين تسبع جاكوز. الناس تجي. وبشعر أصفر. إيه جاكوز الناس تسمي جاكوز الصباح في هذا الله. إحنا فتح فوان شوف الناس متنشطة. طب هذا مو مسلم مفطر. من هو؟ هو. من هو؟ يلا أبو فارع يا أبو فارع يا أبو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد الله يلا 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 أدي لك فرصة أخيرة. شو احترام يا رجال. غش غش حتى وانت كذا غش. يلا فهد يلا يلا تحدى طبعا مشايع. يلا ها خلي احمد يحق لي حق الغير عيش. يلا طالع انا ما حاول رجلي انت برجلي يا احمد. تكفى احمد اصبر 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 خلي احمد انت حافر حفره ولا تلعب. يا صديق هذا فهد ازعاج. هذا فهد فارق. شوف قربع باربع باربع قربع ايام سوري معلش. نو نو بروبلم نو بروبلم. شوف شو سوى فهد فارق. اشاره ما يعرف انجليزي يتورط.